محاكمة جديدة إذن يواجهها ترامب والتهمة الاحتيال. المحاكمة مدنية هذه المرة، قد لا تعرضه لخطر السجن لكنها قد تهدد إمبراطوريته المالية. قاضي المحكمة في نيويورك آرثر إنغورن أقر الاتهامات التي وجهتها إليه المدعيات العامة في الولاية، مؤكدا أن الوثائق المقدمة تظهر بوضوح عمليات احتيال مالية متكررة ارتكبها ترامب واثنين من أبنائه دونالد جونيور وإريك وحتى ابنته إيفانكا في العقد الأول من القرن الحالي. تفاصيل الاتهامات تشير إلى تضخيم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركات ترامب بمليارات الدولارات، وذلك بغية الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل. ومن المتوقع أن تتراوح العقوبات بين إلغاء التراخيص التجارية لمؤسسات ترامب والعديد من الكيانات والعقارات الأخرى المرتبطة بالرئيس السابق في ولاية نيويورك، الأمر الذي قد يحد بشكل كبير من قدرتها على ممارسة الأعمال التجارية في الولاية، ما وصفه البعض بحكم الإعدام على أعماله التجارية في نيويورك، وهي الأضخم بين مؤسساته في أمريكا. وذلك بعد الاستماع إلى شهادة أكثر من 150 شخصا من بينهم ترامب نفسه خلال مرافعات ستستمر حتى نهاية ديسمبر، أي قبل وقت قصير من بدء الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري منتصف يناير عام 2024.